احنا معانا فاروق دلوقتي الصراحه عشان بس هو في النيجر. معاك كريم فرصه نعرف كمان كل التفاصيل ايه اللي بيحصل هناك. فاروق صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير عليك يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من هنا من النيجر وبالتحديد العاصمه نيامي، اخر استعدادات فريق النادي الاهلي لملاقات فريق سناديب في مباراه الذهاب لدور ال 32، مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا. في الوقت اللي انا بكلمك فيه يا كريم دلوقتي احنا متواجدين امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي، يعني ان شاء الله خلال 10 دقائق او 15 دقيقه يكون الاجتماع الفني الخاص باللقاء وتحديد الزي الرسمي لفريق النادي الاهلي وايضا الزي فريق سنديب. اعتقد مش هيكون في تعارض، النادي الاهلي ان شاء الله هيكون بالزي الرسمي، الزي الرداء الاحمر، فريق سنديب هيكون بالرداء الازرق. عايز اطمنك على حاله الفريق، حاله الاجواء هنا في النيجر بالتحديد العاصمه نيامي، حاله الجاهزيه اللي عند اللاعبين. بالامس ادى فريق النادي الاهلي مرانو الاول على استاد سيني كونيتشي اللي يستضيف احداث اللقاء، كان في تمام الساعه 4:30. طبعا قبل التدريب كان في اجتماع جمع ما بين مستر بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني واللاعبين بخصوص الحديث عن اللقاء وبعض النقاط الفنيه. اجتماع استمر لاكثر من 30 دقيقه، ودي التواصل المستمر ما بين بيتسو موسيماني وافراد الجهاز الفني واللاعبين. عقب الاجتماع كان المران الاول لفريق النادي الاهلي زي ما تطرقنا وقلنا كان في تمام الساعه 4:30. حاله الجاهزيه اللي عليها اللاعبين، التركيز اللي عند لاعبي النادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق نتيجه ايجابيه في لقاء الذهاب. بالامس كانت زياره من رئيس نادي سنديب محمد تشيجا رئيس النادي اللي كان زار مقر اقامه بعثه فريق النادي الاهلي والتقى بالكابتن سيد عبد الحفيظ ورحب بيهم في النيجر، وايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ بدلوا التحيات رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب واتكلم معاه ان شاء الله المعامله هتكون بالمثل دايما زي ما احنا متعودين في النادي الاهلي في القاهره، وقال ان المباراه بتبقى 90 دقيقه لكن ما يبقى هو ما بعد ال 90 دقيقه. ومحمد شيجا يعني طلب ان يكون في علاقات ممتده ما بين النادي الاهلي ونادي سنديب. خلينا اكلمك هنا عن الاجواء بصفه عامه في النيجر والحياه والطبيعه، يعني هنا تقدر تقول ان شعب النيجر اللي بيبدا يومه مثلا او الحياه في العمل بيبدا من الساعه 9 حتى الساعه 5، يعني الوقت اللي احنا متواجدين فيه، متواجدين يعني امام مقر اقامه فريق النادي الاهلي يعني في احد الشوارع الجانبيه المحيطه بمقر اقامه فريق النادي الاهلي. شعب هنا يعني حاله الود والحب اللي بنشوفها وبيقابلوا بيها لاعبي النادي الاهلي وبعثه فريق النادي الاهلي. طبعا تعداد سكان النيجر 22,440,000. الاعتماد دايما او الطبيعه هنا اعتماد على الراعي والزراعه، تقدر تقول ان 50% من شعب النيجر بيعملوا بالزراعه والرعي. طبعا دي طبقا لطبيعه المكان، نهر النيجر طبعا بيخترق دوله النيجر. من اهم العادات يعني اللي انا لمستها هنا في النيجر هو مساله تعدد الزوجات، الاهتمام بامور وعادات وتقاليد معظمها طبعا التقاليد والعادات الاسلاميه، طبقا لان اغلبيه دوله النيجر 90% بيدينوا بالديانه الاسلاميه. زي ما قلنا حاله الود اللي بنشوفها وحاله الحب والاحترام اللي بيقابلنا بيها شعب النيجر. خليني اقول لك ان يعني بمناسبه العادات والتقاليد او الاعياد الرسميه، شعب النيجر عنده عيدين بيحتفل بيهم، عيد الاستقلال وده بيبقى يوم 3 اغسطس، وعيد اعلان الجمهوريه وده بيبقى يوم 18 ديسمبر. يوم 27 في انتخابات رئاسيه وانتخابات نواب وانتخابات البلديه كلها في يوم واحد، او يعني تقدر تقول بالتحديد في هذا الاسبوع عقب مباراه الاهلي ان شاء الله. في يعني في كل هذه الامور الحياه الطبيعيه ماشيه، شعب يعني عنده اهتمام زي ما قلنا بالعمل، عنده اهتمام بالرعي، عنده اهتمام بالزراعه. فريق النادي الاهلي نقدر نقول بقى لو هنتكلم يعني خرجنا عن اطار فريق النادي الاهلي، قلنا نعيش الناس في الاجواء هنا والحياه في النيجر. فريق النادي الاهلي طبعا جلسات مستمره ما بين مستر كيفن جونسون مع اللاعبين والكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبد الحفيظ اللي بيقوم بدور اكثر من رائع
في هذه السفرية بعد ما كل في مهام رئيس البعثة. أيضا من الأمور المهمة التواصل المستمر من بيتسو مستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين والجهاز الفني اجل يعني متابعه كافه الامور. لو هنتكلم على سيناريو اليوم بالنسبه للاعب النادي الاهلي النهارده الساعه 9:30 لاعب النادي الاهلي بيتناولوا وجبه الافطار، هيكون اجتماع فني زي ما قلنا يعني خلال ربع ساعه او 10 دقائق. وجبه الغداء هتكون للاعب النادي الاهلي في تمام الساعه 12 ظهرا. للتدريب الاخير للنادي الاهلي هيكون ان شاء الله في تمام الساعه 3 على الملعب او المركز التقني الخاص باتحاد نيجر لكره القدم. هيبقى التدريب الاخير للنادي الاهلي عقب طبعا التدريب ان شاء الله، يعني هنكون متواصلين ونكمل تغطيتنا الخاصه. بالامس كان لاعبي النادي الاهلي اجروا المسحه الطبيه الخاصه بالاتحاد الافريقي طبقا لبروتوكول الاتحاد الافريقي قبل المباراه ب 48 ساعه. حتى الان لم تظهر نتيجه المسحه الطبيه، يعني المراقب الطبي لم يتواجد مع النادي الاهلي لاخبار النادي الاهلي بالمسحه الطبيه، لكن ان شاء الله ان شاء الله كل اللاعبين يكونوا جاهزين لمواجهه فريق سونيديب. ان شاء الله المباراه تكون غدا ان شاء الله على ملعب سيني كونيتشي اللي تسع ل 35,000 متفرج، هتكون في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت القاهرة. إن شاء الله يعني حالة من التفاؤل عند اللاعبين، حالة من التركيز إن شاء الله لتحقيق البطولة العاشرة بمشيئة الله. البداية من هنا من النيجر وإن شاء الله تكمل على خير، ولعبة النادي الأهلي قادرين إن شاء الله على تحقيق الانتصار. كريم أنا هواندي كانت كل التفاصيل الموجودة معانا من هنا من النيجر من أمام مقر بعثة فريق النادي الأهلي من العاصمة نيامي. من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي من مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بالنيجر، شكرا جزيلا ليك.